السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة، ونناقش اليوم فيها استمرار انتهاكات الاحتلال على قطاع غزة والضفة وصمود المقاومة وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من الضفة الغربية مدير معهد الأبحاث التطبيقية القدس أستاذ جاد إسحاق، وعبر سكايب من القدس عضو هيئة العمل الوطني في مدينة القدس الأستاذة راتبة النتشة، وكذلك عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني الأستاذ محمود الصيفي. مشاهدينا، نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم ونرحب بضيوفنا ونبدأ التغطية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام معنا في هذه التغطية. أستاذ جاد، هل أنت معنا؟ نعم، أهلا وسهلا. مساء الخير عليك. سهلا، أهلا بكم. يعني مع دخول العدوان اليوم 93 من الحرب المستمرة، القصف المستمر، هذا القصف الذي استهدف مناطق عديدة وسط القطاع، كيف تراقبون خريطة القصف الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة؟ قبل بعض الأيام قامت محطة CNN بإجراء مقابلة مع كاتب أسترالي يهودي اسمه أنتوني لوبنشتاين، مؤلف كتاب اسم الكتاب The Palestinian Laboratory. نعم، فيه يقول بشكل واضح أن الهدف الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي هو تجربة الأسلحة الفتاكة الجديدة في غزة، ونشر نتائج ما تفتك به هذه الأسلحة لزيادة مبيعات إسرائيل من هذه الأسلحة الفتاكة التي لم تشهد لا هيروشيما ولا ناجازاكي ولا الحرب العالمية الأولى ولا الثانية. ما تقذف به طائرات الإسرائيلية على غزة يفوق أي تصور، ولكن للأسف لا إعلام غربي ينقل ولا الإعلام الإسرائيلي ينقل ماذا يجري. فقط هناك إلى حد ما الجزيرة والميادين، وإنما هناك تعتيم إعلامي كامل. ونتيجة لهذه يعني أصبح المواطن الفلسطيني عبارة عن فأر تجارب للأسلحة الفتاكة الإسرائيلية والأمريكية. وأنا أدعو كل مواطن عربي أن يتصفح هذا الكتاب ويدرك ما تقوم به إسرائيل، وأن تقوم حكومة جنوب أفريقيا بالاستعانة بما ورد في هذا الكتاب في بحث ملف الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية. طيب، نرحب بضيفنا الأستاذ محمود الصيفي من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني. أستاذ محمود، مساء الخير. أستاذ محمود، هل تسمعنا؟ هل الصوت واضح؟ طيب، يبدو الصوت غير واضح. نعود إلى الأستاذ جاد ونحاول إصلاح الصوت مع الأستاذ محمود. أستاذ جاد، مع ما وصفته من تحويل قطاع غزة إلى مختبر لابلاتوري، إلى تجربة الأسلحة ومحاولة تسويقها وإعادة بيعها، وسط هذا القصف تبدي المقاومة صمود أسطوري، يعني رغم رهان الاحتلال وقياداته على عامل الوقت وتدمير أكبر
مساحة ممكنة لهم في قطاع غزة، مع ذلك تبدي أو تبدو المقاومة متماسكة بل وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والآليات، إلى ما ترجع استمرار قدرات المقاومة على مواجهة الاحتلال وتكبيده المزيد من الخسائر ومباغتة دائما في هذه العمليات بعد 93 يوم من العدوان المستمر. المقاومة ليست جيش نظامي. إسرائيل تعودت أن تقوم بمعارك مع جيوش نظامية تنتصر بأيام في 67 وغيرها، وقامت بضرب الجيوش العربية، إنما هي تقف وعاجزة أمام مقاوم مؤمن بقضيته، مؤمن بعدالة قضيته، ملتزم وأقول ملتزم وليس جيش من الحثالة. ما يقوم به من سرقة أموال ومن قتل الأطفال عندما يقوم أحد الجنود بعرض على هاتفه النقال إلى بنته يقول لها انظري ماذا سأفعل، سأهدم بيت وسأقتل وكذا، وكان هدية لبنته أن يقتل الأطفال الفلسطينيين. نلاحظ الفرق في المقاوم الفلسطيني كيف تعامل مع الأسرى والمخطوفين، وكيف كان فوق الشبهات، فوق ما تم إلصاق بنا من تهم زائفة. اتهمونا بالاعتداء الجنسي، اتهمونا ولكن في ذات الوقت استاذ جاد ليست فقط العقيدة القتالية التي يملكها مقاومة حماس ولا حتى المبادئ التي يتمتعون فيها، إلى جانب كل هذا الجانب الإيجابي الذي ظهر من خلال تعاملهم مع الأسرى، إلى جانب كل ذلك هناك خطط عسكرية، خطط ميدانية، تجهيزات لم تكن حتى في بال وفي خطط الترسانة العسكرية وقادة الاحتلال. هذا أكيد، وتم تصنيعها محليا، وأصبحت التمكين محلي، ولا نعتمد على الجسر الجوي الذي تقوم به الولايات المتحدة لإسرائيل. الصاروخ صاروخ الياسين لا يكلف $200، بينما هو يدمر دبابة مركبة يتجاوز سعرها $20 مليون. هذا هو الفرق. الجيش الإسرائيلي لم يكن في حسبانه أبدا أن يلاقي مثل هذه المقاومة ولا يستطيع التصرف معها. حتى الآن بعد 90 يوم، بعد 3 أشهر، ما زالوا يدكون الجيوش، الجيش الإسرائيلي وناقلاته ودباباته، ويحققوا انتصارات يوما بعد يوم. حياهم الله، هم دافعوا عن الأمة، دافعوا عن العروبة، دافعوا عن الإسلام، دافعوا عن الضمير العالمي الذي للأسف لم يستطع أن يأخذ قرار وقف إطلاق النار. يسعدنا أيضا أن نرحب بضيفتنا في مدينة القدس عضوة هيئة العمل الوطني من القدس الأستاذة رتيبة النتشة. مساء الخير. مساء الخير إلى كل جميع المستمعين. حياكم الله. اليوم أعلن الاحتلال عن مقتل نائب قائد لواء التدريب في لواء النحال إلى جانب عدد كبير من الجنود، سقوط قيادات كبيرة منذ بدء المعارك، ماذا يمثل على مستوى إدارة المعركة وكذلك على المستوى النفسي لجنود الاحتلال؟ أولاً خلينا نكون واضحين، هو الإعلان عن مقتل القادة في جيش نحل، وقبل ذلك من فريق جولاني، فرقة التدخل الخاصة وغيرها من القادة، هو جاء لتغيير سياسات المعركة ولإقناع الجمهور الإسرائيلي بضرورة تغيير آليات المعركة، أو حتى لربما مدخل للنزول عن الشجرة بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة التي ترغب في استمرار هذه الحرب إلى ما لا نهاية. ولكن وجود ضحايا ووجود قتلى في جيش الاحتلال، ومن اليوم الأول كان هنالك خسائر بشرية كبيرة جدا، ولكن لم يكن هنالك إعلان عن عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال أو عدد المصابين حتى يوم الخميس عندما بدأ جيش الاحتلال نتيجة خلافات لربما
في داخل كابينة الحرب ورغبة بعض أعضاء كابينة الحرب المصغر بالانسحاب من كابينة الحرب والاستعداد لجولة انتخابية جديدة لحكومة جديدة في إسرائيل، جعلت هذه المعلومات تطفو على السطح، والإعلان عن أكثر من 12500 معاق في صفوف الجيش الإسرائيلي بإعاقات دائمة، عن أعداد هائلة ومؤشرات خطر في القطاع الصحة النفسية والخدمات النفسية نتيجة ما يعانيه جنود الاحتلال، سحب 5 ألوية من المعركة، واليوم الإعلان عن مزيد من الأرقام من القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي أعتقد أن السماح بالنشر والإعلان بالرغم من أنني مقتنعة بأن الأعداد أكبر من ذلك بكثير هي نتيجة الخلافات داخل كابينة الحرب العسكري والحكومة الإسرائيلية من جهة، ورغبتهم في تغيير سياسات وتكتيكات الحرب بشكل أساسي. من ناحية المعنويات للجنود، طبعا في حالة الحرب يمنع منعا باتا وصول أي معلومة للجنود، بمعنى هم معزولين عن العالم بشكل كامل، لا يستطيعوا الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام، ولكن بسبب تسريح عدد من الجنود كان هنالك إعلام أو تواصل من خلال ما خبروا به الجنود المسرحين لأهاليهم وللمجتمع الإسرائيلي من مزاد من وتيرة الاحتجاجات والمسيرات في إسرائيل. نعم، لا أعرف إذا كان الأستاذ محمود معنا أم طيب لم يجهز. نعود إلى الأستاذ جاد. أستاذ جاد، بمقابل هذه الخسائر التي لا يزال الاحتلال يتلقاها، يستمر بقصف المدنيين بطريقة بشعة ووحشية، ما الذي يريده من استمرار قصف المدنيين وتحقيق أكبر عدد ممكن من التدمير في البنى التحتية ويعني أذية الناس وأزهاق الأرواح؟ نتنياهو يريد أن يطيل هذه الحرب إلى أطول مدة ممكنة للحفاظ على مكانته، لأنه يعلم في اللحظة التي تقف فيها أصوات القنابل والمدافع هو انتهى سياسيا، فهو يريد أن يطيل الحرب لأكبر فترة ممكنة. هو كذلك ليس راضيا عن كابينة الحرب الذي يشارك فيه أيزنكوت و بيلي غانتس، ويريد الحفاظ على حكومته، يريد المحافظة على سمودريتش وبن غفير. فبالتالي أصبح النزاع حاليا هم يبحثون عن شماعة يحملوها مسؤولية الإخفاق، فوجدوا في رئيس الأركان في وسط الحرب، في عز الحرب بدأوا يتهجموا على رئيس الأركان ويحد من صلاحياته ويمنع التقاءه مع وزير الحرب الإسرائيلي. وواضح جدا أن بن غفير وسمودريتش يريدون أن يجعلوا من رئيس الأركان الإسرائيلي ضحية، وأن لا يتحملوا هم كحكومة ولا نتنياهو كرئيس وزراء أن يتحمل هذه المسؤولية. فواضح بالتالي أنهم يقوموا بما يقوموا به من تدمير وضرب بالبنى التحتية على أمل هم كانوا يشعرون أنهم يستطيعوا إنقاذ بعض المخطوفين، ولكن ثبت أنهم لم يستطيعوا إنقاذ مخطوف واحد، بل على العكس عندما ذهبوا لتحرير مخطوف قتل لهم جنود، عندما خرج 3 من المخطوفين ورفعوا الرايات البيضاء قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن نتنياهو في ضائقة، الحكومة الإسرائيلية في ضائقة. علينا نذكر حاليا من أجل إنقاذ نفسه والابتعاد، وربما يعني أن يكون بعيدا عن قاعة المحكمة والمحاكمة. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل معكم هذه التغطية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين حول العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم 93. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ محمود الصيفي، مرحبا بكم معنا.
مساء الخير. مساء الخير عليك أستاذ محمود. يعني المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يعني يوثق نبش الاحتلال لقبور ومقابر الفلسطينيين في عدد من المناطق والمدن التي اجتاحها في قطاع غزة. ما هدف الاحتلال من نبش القبور؟ هل هي محاولة لطمس الحقائق أم ربما هناك مآرب أخرى لهذه العملية؟ لما يقوم به في قطاع غزة هذا الجيش النازي بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، يعني نقول حلف الناتو لأن كل دول الحلف الناتو مشاركة بهذه الجريمة اليومية ضد أهلنا في قطاع غزة. يعني جيش الاحتلال يبحث في كل تحت أي حجر، يبحث عن نصر، يبحث عن وقت، يبحث عن مقاوم، يبحث عن حتى الجثمان الشهيد الفلسطيني يبحث من تحته على أن يكون تحته أي لغم أو نفق. يعني هذا الجيش الاحتلال يعني ارتكب كل المجازر، يعني الآن يقوم بانتهاكات للمقابر، انتهاكات حتى للشهداء، يقومون بالاستيلاء على كثير من جثامين الشهداء وأخذها إلى الداخل. يعني جيش الاحتلال يعني هو يتخبط، يعني هو في ورطة، يعني حقيقة يعني جيش الاحتلال على مدى 93 يوم من هذا العدوان يبحث عن ما يرضي مجتمع الكيان الصهيوني، ما يرضي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي نعم. طيب يبدو هناك في مشكلة في الاتصال. إذن جيش يقوم بكل هذه الممارسات ربما إرضاء للرأي العام أو للداخل المحتل الذي أصبح محتقنا ورافضا لسياسات نتنياهو. أستاذ رتيبة، في ذات الإطار في تقرير لشبكة CNN الأمريكية تؤكد أن سرقة الاحتلال أو الاحتلال يقوم بسرقة الأعضاء البشرية للفلسطينيين القتلى. هل من ربط بين عملية نبش القبور وسرقة أعضاء القتلى أو الشهداء الفلسطينيين؟ نعم، هذه ليست المرة الأولى التي يشك الجانب الفلسطيني بأن إسرائيل تقوم باستغلال جثامين الشهداء لاستخراج أعضاء منها، ونحن نعلم بأن أكبر مختبر للجلد البشري أو مخزن للجلد البشري موجود في إسرائيل، علما أنه لا يوجد متبرعين إسرائيليين بالجلد. وهذا معناه نعم أن هنالك سرقة أعضاء تاريخيا في إسرائيل، وما يحدث اليوم سواء كان من اختطاف عدد كبير جدا من الغزيين أو حتى نبش القبور وأخذ بعض الجثث هو دليل على أن المافيات الإسرائيلية والمرتزقة الذي تستخدمهم جيش إسرائيل أيضا يقوم بسرقة الأعضاء الفلسطينية. وقد لوحظ تشوهات على هذه الجثث التي تم نبشها وسرقتها وإعادة بعضها، وهذه المرة الثانية خلال هذه الحرب. إسرائيل تكبدت خسائر مادية كبيرة جدا في هذه الحرب، وأعتقد بأنها ستعوض جزء من هذه الخسائر إما بسرقة الأعضاء أو اختطاف الأطفال كما شاهدنا وبيعهم، وقد يكون أيضا من خلال تجارب أيضا بيولوجية لأسلحة بيولوجية وأسلحة محرمة دوليا، وهي تريد أن ترى أثر هذه الأسلحة على الجثث وعلى الجثامين الفلسطينية. بمعنى ما أصاب جنود الاحتلال من مرض جلدي غير معروف وغير مشخص، وقامت شركة فايزر بالتبرع بأدوية غير مقررة بعد لعلاج هذا المرض، معناها بأن شركة فايزر تشترك مع الجيش الإسرائيلي في تجربة علاجات جديدة وفي تجربة أمراض جديدة يتم استخدامها على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن تجارب بيولوجية وأسلحة محرمة دولية. ولكنها أصابت جيش الاحتلال، هل هناك تعمد؟ نعم. أم هناك يعني تخبط في عملية التجارب؟ أعتقد أنه يعني أصابهم بعض مرتجع نتيجة يعني الأحوال الجوية وانتهاجات، أصلا إحنا وجودنا في فصل الشتاء أصابهم بعض هذه الأمراض، وقامت شركة فايزر بالتبرع بالأدوية، بمعنى أنها تعلم عن هذا المرض ولديها اختبارات لأدوية ليست مقررة في وزارة الصحة العالمية وليست مقررة عالميا، وتريد تجربتها على جنود الاحتلال، ولربما أيضا هنالك أمراض أخرى. ولكن حسب مصادر صحفية صحفية أستاذة رتيبة تقول أنه حتى المضادات الحيوية لا تعمل غير فعالة ضد هذه البكتيريا المعينة، ليست فعالة عليها.
نعم صحيح، وهذا ينبئ بأنها أمراض جديدة معدلة بيولوجيا، ويتم استخدامها وتجربتها في قطاع غزة بجانب العدد الآخر من الأمراض والأسلحة غير المعروفة. يعني تحدثنا في بداية الحرب لربما الآن بسبب انهيار القطاع الصحي لا نستطيع التحدث كثيرا عن هذه المواضيع وتفاصيل عنها نتيجة انشغال القطاع الطبي بالحالات المأساوية، ولكن نعم لوحظ أمراض وحروق جلدية غير معروفة. الأسلحة المستخدمة تستخدم لأول مرة، هي ليست فقط الفسفور الأبيض، هنالك أيضا قنابل تدميرية وأسلحة للأعصاب تؤثر على الأعصاب وغيرها تم استخدامها في قطاع غزة، وهذا كان من ضمن مطالباتنا في إجراء تحقيقات بطبيعة الأسلحة المحرمة دوليا. نعم. التي تستخدمها إسرائيل بكثافة في قطاع غزة. نعم، نعود إلى الأستاذ جاد. صحيفة نيويوركر الأمريكية تقول أنه مأساة حقيقية يعيشها أهالي غزة وسط تحذيرات من الوصول إلى مجاعة كارثية. كذلك مسؤول كبير في برنامج الأغذية العالمي يقول أن قطاع غزة وخلال الأشهر القادمة سيواجه خطر المجاعة، وكذلك يقول أن الأباء والأمهات يمتنعون عن تناول الطعام لتوفير جزء منه للأطفال حتى يستطيعوا أن يقيتوا أنفسهم، وإذا توفر الطعام فهو غير متناول اليد بسبب السعر الغالي. هنا أسلحة محرمة دوليا كما ذكرت الأستاذة رتيبة، وكما شاهدنا، وكذلك القصف المستمر بالأسلحة التقليدية والجوع، وسائل متعددة للوصول إلى الإبادة الجماعية. يعني ما قاله مدير برنامج الغذاء العالمي واضح وصريح، وما قالته World Health Organization كذلك واضح وصريح، وموضوع المياه كذلك علينا أن نذكر أن موضوع المياه حاليا يقول أنه في معدل ما يحصل عليه المواطن الغزي في خلال 48 ساعة هو 500 سنتيمتر مكعب من المياه. المواد الغذائية لا يصل إلا 10% من متطلبات الإنسان في قطاع غزة، رغم كل ما قيل في مجلس الأمن وفي المنتديات الأخرى وفي الجمعية العمومية أنه بضرورة توفير الغذاء، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط بكل هذه القرارات. ليس هذا فقط، ولكن إسرائيل كانت قبل 7/11 كانت تقرر كم من المواد الغذائية تصل إلى غزة وتحسبها بالكالوري للمواطن الغزي، وهذه أحد الأشياء التي تعتبر جريمة حرب. نعم هناك مشكلة، عندما تطورت الموضوع مع الحكومة مع الحوثيين في اليمن، الحوثيين لا يقولون أنهم يريدون منع الملاحة في البحر الأحمر، هم يقولون فقط افتحوا المساعدات الإنسانية اللي تصل إلى غزة ولا مانع لدينا من مرور السفن. هم قاموا بفرض هذا الموضوع، ومع ذلك إسرائيل تقول أنهم يقومون بالحد من حرية الملاحة. لا، هم يقولون نعم نرحب بحرية الملاحة على أن لا تشمل ما يصل لإسرائيل إلا إذا قامت إسرائيل. نعم. بتوفير ما يحتاجه المواطن في غزة من غذاء وعلاج وماء، ولكن للأسف كما قلت الإعلام الغربي لا يريد أن يقر بأن ما تقوم به إسرائيل هو جريمة إبادة شعب، هي جريمة بحق الإنسانية، هي مخالفة لكل قوانين الحرب. بل إن الولايات المتحدة تقول أنه لا ترى أن ما تقوم به إسرائيل هو إبادة جماعية ولا حتى تعمد استهداف المدنيين. نرحب مرة أخرى بضيفنا عضو المجلس الوطني الفلسطيني الأستاذ محمود. أستاذ محمود، هل الصوت واضح؟ مساء الخير.
مساء الخير عليك مرة ثانية. الاتحاد الدولي للصحفيين يتهم إسرائيل بتعمد استهداف الصحفيين في قطاع غزة، وخصوصا بعد الغارة الصهيونية التي استهدفت سيارة غرب مدينة خان يونس راح ضحيتها صحفيين، أحدهما حمزة ابن الإعلامي وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة، بعد أن تم استهدافه هو قبل أسابيع، وعائلته والتي راح ضحيتها زوجته وابنه وابنته وحفيده. هناك تعمد استهداف الصحفيين بعد وصول الضحايا الصحفيين الشهداء 109 صحفيين، كيف تعلق؟ واضح، واضح أن الاحتلال دائما يستهدف الإعلام الفلسطيني والإعلام الدولي الذي ينقل الحقائق عن جرائمهم في الأرض المحتلة. يعني تاريخهم أسود بهذه بموضوع الاغتيالات الصحفيين الفلسطينيين في الانتفاضة الأولى، اغتالوا الصحفيين الفلسطينيين، والانتفاضة الأقصى كان نزيه دروزة يعني أطلق عليه مباشرة في مدينة نابلس وهو يحمل الكاميرا وهي تصور جيش الاحتلال وهو ينتهك الجرائم في ذلك الوقت. واليوم يعني أصبح عدد الشهداء من الصحفيين تجاوز 100 صحفي. يعني الصحفي الفلسطيني أو الذي يمثل أي إعلام عربي ينقل الحقائق، يعني الاحتلال يعني يشاهد يعني ترسانة الإعلامية تشاهد ما ينقل الإعلام من داخل قطاع غزة للعالم جرائمهم، فلذلك أن يريد أن يغطي هذه الحقيقة ويريد أن يقضوا على هذه الحقائق باغتيال الذين ينقلون هذه الحقائق إلى العالم، حقائق جرائمهم ضد الإنسانية، ضد الأطفال، ضد النساء، ضد المستشفيات يعني أصبح أكثر من 30 مستشفى خارج عن الخدمة، أكثر من 300 يعني ممرض، ومن المسعفين والأطباء يعني استهداف طبي، استهداف للصحافي. يعني الاحتلال لا يريد أن تنقل على الهواء جرائمه ضد الإنسانية. يعني ما يشاهده المواطن سواء كان عربي أو من العالم يشاهد جريمة على الهواء مباشرة، الآن يريد أن يطمسوا هذه الحقائق بالقضاء واغتيال الصحافة الفلسطينية، الصحافة العربية الموجودة والدولية الموجودة في قطاع غزة. يعني العالم كله ينظر إلى قطاع غزة ويشاهد هذه الجرائم، لا يريد الاحتلال، وهذا هو ديدن هذا الاحتلال. يعني دائما الاحتلال يستهدف الإعلام، يستهدف الصحفيين. وما يحصل حقيقة يعني الأخ وائل الدحتوح الحقيقة أنه هو نفسه استهدف، واستهدف أيضا المصور الجزيرة وكثير من الصحفيين، واليوم حمزة وزميله كمان استهدفوا. يعني هذا هو الاحتلال، يستهدف الصحافة، يستهدف الصحة، يستهدف التعليم، كل مناحي الحياة. الاحتلال لا يريد أن يرى العالم ما يفعل في قطاع غزة من جرائم حرب. نعم، نعود إلى الأستاذة رتيبة. الأستاذة رتيبة، يعني رغم ما تمر به قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية ليست بعيدة عن الأهداف أو الاستهدافات والاقتحامات والعدوان على قطاع غزة، يعني المقاومة مستمرة في الضفة الغربية بالتوازي مع ما موجود في قطاع غزة، العمليات التي تقوم بها في الضفة الغربية متوازية مع قطاع غزة، تأثير هذه العمليات والمقاومة في الضفة الغربية على قدرات وأمكانيات الاحتلال العسكرية وهي تتكبد خسائر مستمرة في قطاع غزة بإمكانيات محدودة من قبل المقاومة بمقابل الترسانة العسكرية للجيش الإسرائيلي؟ طبعا مما لا شك فيه انه استخدام الويه اضافيه وقوات اضافيه للجيش الاسرائيلي في توسيع معركته سواء كانت في شمال فلسطين المحتله او حتى في الضفه الغربيه او على اي محور من المحاور الاخرى، هو يسدد جهوده اتجاه تكثيف القصف على قطاع غزه وتمكنه من الاجتياح البري بشكل موسع في قطاع غزه. منذ بدء العمليات العسكرية على قطاع غزة كان هناك أكثر من 5000 اعتقال في الضفة الغربية في محاولة إسرائيلية لقمع
الفلسطينيين واسكاتهم وعدم ثورتهم في الضفه الغربيه، لانها تعلم بان المعركه من لحظه الصفر او من مسافه الصفر هي اكثر صعوبه بالنسبه للجيش الاسرائيلي غير المدرب على اجتياحات المدن والمواجهات من نقطه الصفر التي يتفوق فيها الفلسطيني بجلده واحتضانه او احتضان المقاومه او احتضان الشعبي للمقاومه في المخيمات والقرى الفلسطينيه المختلفه. وبالتالي نحن نتحدث عن اختلاف حقيقي في موازين القوى بين الاصرار الفلسطيني وما بين جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه المعارك، وهي تكلفهم ماديا وبشريا بشكل كبير جدا. اليوم تحدثنا عن يعني بشكل علني تحدث الجيش الاسرائيلي عن سقوط مجندات وعن سقوط ضحايا خلال اجتياحه لمخيم جنين، وهذه المظاهر تتكرر وتهز معنويات الجيش الاسرائيلي بشكل كبير جدا لانه يضع الاصرار والسيوف. طيب السؤال هنا استاذه رتيبه، ما هدف الاحتلال من ان يمتد او تمتد عملياته الى الضفه الغربيه وهو لم يستطع تحقيق ادنى الاهداف التي وضعها في قطاع غزه؟ هل يريد ان يفتح عليه نار اضافيه لا يستطيع اخمادها في غزه؟ هو بالعكس، عمليات استباقيه في الضفه الغربيه حتى لا تنفجر عموم الضفه الغربيه بشكل غير مسيطر عليه، بمعنى هو يعتقد بان الضربه الاولى كانت للمقاومه الفلسطينيه في 7 أكتوبر، وهذا هز معنويات الجيش وجعل كل الاعمال في او العمليات العسكريه للجيش الاسرائيلي هي ردات فعل وليست بتحكم كامل الاسرائيلي، وهي تخاف من هذا السيناريو في الضفه الغربيه، وبالتالي هي تحاول ان تقوم بعمليات استباقيه في مخيمات الضفه الغربيه في محاوله قمع انتفاضه شامله كما حدث في الانتفاضه الثانيه بعام 2002، وللسيطرة أكثر على الأوضاع في الضفة الغربية ومنعها من الانتفاضة، ولكن ربما تكون شرارة لانتفاضة ثالثة. أستاذة رتيبة، نعم، ربما تكون يعني مقدمة تحفيز لانتفاضة أخرى في الضفة الغربية بعد كل هذه الاعتداءات. أعتقد أن الأجواء النفسية والاستعداد والشحن في الضفة الغربية يهيئ لانتفاضة جديدة، ولكن مرة أخرى هنالك اكتسابات قوة بطريقة مختلفة، بمعنى إسرائيل اليوم مستعدة أن تقوم بأي شيء من أجل إنهاء القضية الفلسطينية مرة واحدة وإلى الأبد، وهي لديها ضوء أخضر في عديد من الدول العالم. وهذا ما يشاه المواطن الفلسطيني في الضفه الغربيه، ان يكون مصيره مشابه لما يحدث في قطاع غزه بصمت دولي كبير جدا، وبالتالي حتى الانجازات التي تمت بالاعتراف بالحقوق الفلسطينيه ان يتم سحبها بشكل كامل، وان ينفذ الحكومه الاسرائيليه الاكثر تطرفا مخططها في تهجير الفلسطينيين من الضفه الغربيه كانت تشاور اليوم في قطاع غزه، وبالتالي يتحلى الفلسطينيون بنوع من ضغط النفس حتى لا نصل الى وضع نكون نحن مدانين عالميا ولا نحصل على الدعم العالمي، وتكون اسرائيل قاضنه عالميا بتشجيعها على اباده جماعيه جديده للشعب الفلسطيني ونقبه جديده للشعب الفلسطيني، وبالتالي القمه الفلسطينيه متخوفه ايضا من انفجار الاوضاع في الضفه الغربيه، وتحاول على الحفاظ على بعض المكتسبات في الساحه الدوليه والدعم والتأييد طيب. في نعم. الساحه الدوليه وعدم اعطاء الفرصه لاسرائيل. نعم، في ذات الإطار أستاذ محمود، يعني مدينة جنين وكذلك مخيم جنين من أكثر المناطق التي تعرضت إلى الاقتحامات من قبل الاحتلال وكذلك اعتقالات بين صفوف المواطنين هناك، هل من تفسير لهذه الاستهدافات المستمرة لجنين ومخيمها بالتوازي أنها حتى كانت قبل عملية طوفان الأقصى، وهل هي ربما تأتي بامتداد لحالة الخلاف داخل حكومة نتنياهو؟ يعني لا شك أن جيش الاحتلال يشن حرب حقيقة، يعني الجيش الاحتلال قبل 7 أكتوبر وهو يشن حملة اقتحامات لكل المدن الفلسطينية، يعني المدن الفلسطينية مقطعة الأوصال، البلدات الفلسطينية هي مغلقة بالبوابات العسكرية والحواجز، يعني هناك أكثر من 700 حاجز
موجود على مداخل المدن والقرى والمخيمات. استهداف المخيم جنين وجنين هو استهداف أيضا لكافة المدن، يعني يستهدف طول كرم. يعني شاهدنا أول أمس 50 آلية عسكرية اقتحمت مخيم نور شمس واستشهد أكثر من 6 شهداء من في المخيم، وقاموا بتدمير البنية التحتية للمخيم، وأيضا استهداف مدينة نابلس ومخيم الفارعة ومخيم بلاطة ومخيم عقبة جبر. يعني الاحتلال لا يستهدف مدينة بعينها، ولكنه استهدافه هو للضفة الغربية بكاملها. يعني منذ مجيء حكومة نتنياهو المتطرفة يعني زادت الاقتحامات، يعني حتى بعض القيادات جيش الاحتلال وصف ما يحصل بالضفة الغربية بأنه أوسع وأصعب من عملية ما سمي بالسور الواقي عندما أعادوا احتلال الضفة الغربية في عام 2002 وراح ضحيتها أكثر من 4000 شهيد. يعني الاحتلال الآن يشن حرب حقيقة في الضفة الغربية. يعني الضفة الغربية، يعني من يشاهد هذا ما يحصل في الضفة الغربية، هناك حرب. يعني يوميا هناك اقتحامات لأكثر من 50 موقع ما بين مدينة وبين مخيم وبين خربة وقرية. يعني جيش الاحتلال لا، يعني يوميا هناك اقتحامات وهناك أسرى وهناك اعتقالات. يعني جيش الاحتلال اعتقل منذ 7 أكتوبر وحتى الآن أكثر من 5000 أسير، يعني أضاف إلى 5000 أسير موجودين في سجون الاحتلال. يعني الآن يعني موجود في السجون الاحتلال الصهيوني أكثر من 10000 أسير. وأيضا الاحتلال منذ 7 أكتوبر يعني قتل أكثر من 330 شهيد. يعني الضفة الغربية قدمت على في عام 2023 590 شهيد. يعني حرب شاملة في الضفة الغربية، اعتقالات، تدمير، تهجير، هناك تهجير لكثير من التجمعات الفلسطينية. يدعي الاحتلال أنه يستهدف غزة بسبب وجود حماس، ولكن الضفة الغربية يعني لا يعلن أن فيها من مقاومي حماس. الضفة الغربية هي يعني قبل 7 أكتوبر، نعم، هي أصلاً هي هناك حرب، هناك انتفاضة، هناك يعني المقاومين يدافعون عن المخيمات، عن المدن. يعني الاحتلال يعني قصف الكثير من المخيمات والمدن بمسيرات يعني عسكرية، يعني موجهة وانتحارية. يعني لذلك الاحتلال في الضفة الغربية هو يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني. يعني هناك في السجون الصهيونية أكثر من 10000 أسير، هي كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي. فلذلك هو يستهدف كعنوان، هو يستهدف حماس، ولكن في الواقع هو يستهدف الضفة كل الغربية. فلسطيني، نعم نعم نعم، نعم. يستهدف الضفة الغربية، نعم. يستهدف الأرض، يستهدف المدن. نعم نعم. أستاذ جاد، لماذا تم تشكيل لجنة فحص داخلي كونها رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال للوقوف على أسباب إخفاق الجيش الاحتلال في 7 أكتوبر، والبعض يراها أزمة تهز الكيان؟ عندما قام رئيس الأركان الإسرائيلي بتشكيل هذه اللجنة، وضع شاؤون موفاز الذي كان هو رئيس الأركان في فترة شارون الذي بدأ بخطة الانفصال من غزة، نعم، وهو يريد الهدف منه، لأنه في أصوات في إسرائيل، وزيرة الاستيطان تنادي بأنها تريد العودة إلى القطاع والاستيطان في القطاع. نعم. نسوا لماذا قام شارون وهو معروف بمواقفه المتشددة، لماذا قام بخطة الانفصال عن قطاع غزة، وقالها بصراحة هو وكذلك شاؤون موفاز، قالوا أن الانسحاب من غزة هو الخطوة الوحيدة التي نستطيع بها مواجهة عدم الدخول
في التعامل مع المبادرة العربية والمبادرة السعودية آنذاك. نعم. طيب. وقالوا أن انسحابنا من غزة سيسمح لنا بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية، لأن بالنسبة لهم مع أنه هناك في اتفاقية أوسلو أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي وحدة جغرافية واحدة، ولكن قامت إسرائيل من خلال خطة الانفصال وإلغاء الممر الآمن ما بين الجناحي الوطن، قامت بقضم قطاع غزة وتحويله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم. فقام رئيس الأركان بتشكيل هذه اللجنة للتعرف على ما هي الإخفاقات. يعني قطاع غزة، يجب أن نذكر أن قطاع غزة كانت هناك في حكومة فازت بالانتخابات، نعم، قام أبو مازن في تلك الفترة بتشكيل وحدة وطنية وأعطى رئاسة الوزراء لإسماعيل هنية. من قام بإعلان حماس حركة إرهابية هو الجانب الإسرائيلي، وفرض على الأمريكان والأوروبيين موضوع النو كونتاكت أو عدم التعامل مع حكومة حماس. بينما لاحظوا مثلا بالنسبة لزيارة بوريل في لبنان بالأمس، التقى مع ممثل كتلة حزب الله في لبنان. إذن إسرائيل هي التي فرضت وبدأ في المعركة في بعد 17. أول ما قالوا نتنياهو قال أن حماس آيسيس، ربط حماس ب الآيسيس وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. فبالتالي ما يريد هو شاول، ما يريد رئيس الأركان الإسرائيلي هو أن تفتح هذه الملفات ويعرفوا كيف تطورت الأمور. بس طيب. أنا هنا في ذات الإطار، نعم، هنا في ذات الإطار ومعذرة لضيق الوقت، نعود إلى الأستاذة رتيبة. وفي ذات هذا الإطار، عموس بدلين رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقي يقول ويبرر تشكيل هذه اللجنة بأنه للوقوف على الأخطاء وليس لتقديم المذنبين. هذه الأزمة التي تعصف بعلاقة حكومة نتنياهو وكذلك المؤسسة العسكرية في الكيان، إلى أي مدى ستؤثر على الأداء الميداني والعسكري لجيش الاحتلال؟ حاسمة في تغيير على الأقل مسار الحرب أو السياسات العسكرية المتبعة، وتكون لها آثار لربما في انهاء فترة حكم نتنياهو الذي يحاول المماطلة في هذه الحرب لإنقاذ نفسه من المحاكمات التي تنتظره بملفات الفساد، وأيضا التحقيق في مدى تورطه في قرارات هذه الحرب أو حتى المساعدة أو تجاهل معلومات استخباراتية أدت إلى أن تكون للمقاومة الضربة الأولى في 7 أكتوبر. أعتقد أن هذه اللجنة ستنهي تاريخ نتنياهو السياسي بشكل كبير جدا، ستمهد إلى انتخابات جديدة في إسرائيل، وستغير مجرى المعركة في قطاع غزة بشكل كبير جدا، ولربما تؤدي إلى وقف هذه الحرب بشكل كامل ونزول الحكومة الإسرائيلية عن الشجرة والقبول بصفقة تبادل للأسرى ووقف دائم لإطلاق النار، لأنه كثير من الأصوات في داخل إسرائيل في قيادات سابقة سواء كانت للجيش الإسرائيلي أو حتى لمسؤولين في المخابرات والحكومة السابقة أيضا ينادون في مطالب مثل القبول بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وحتى طرحت أسرى من كبار الأسرى و الذين اعتبرهم طيب. نعم أستاذ رتيبة. نعم طيب أستاذ محمود، في دقيقة لو سمحت، يعني تعتقد الآن أن أمريكا والحكومات الغربية لا تزال مقتنعة أن جيش الاحتلال قادر على تحقيق أهدافه المعلنة والتي صرح عنها في بداية العدوان من تدمير القدرات العسكرية للمقاومة وإعادة المحتجزين
بعد كل الإخفاقات، بعد كل الخسائر في الأرواح والأليات العسكرية، بعد الانهيار الاقتصادي التي تعيشه إسرائيل اليوم، هل الدول الغربية لا تزال مقتنعة بجيش الاحتلال؟ شاهدنا نحن كفلسطينيين وكعرب وكل العالم شاهد هذه الدولة التي هي كل سكانها هم عسكر، هم جيش، سواء الجيش النظامي أو الاحتياط، سواء ذكر أو أنثى. يعني هذه الدولة وجدت كقاعدة عسكرية للغرب. ما شاهدناه في 7 أكتوبر تغيرت النظرة حقيقة، تغيرت النظرة من نسبة سواء عربيا فلسطينيا أو أوروبيا أو أمريكيا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتقد أن جيش الاحتلال هو قادر على أن يبسط سيطرته على المنطقة، ولكن ما شاهدناه في 7 أكتوبر أنه مئات من المقاتلين الفلسطينيين سيطروا على مساحة تقدر ب 600 كيلومتر مربع حول قطاع غزة، وهذا ربما خير دليل وخير شاهد على إخفاق هذا الجيش. فرقة النخبة اللي هي فرقة قطاع غزة تم القضاء عليها في خلال يعني ساعات قصيرة، ولذلك هذا الجيش تبين أنه جيش من ورق. شكرا لكم من نابلس، عضو المجلس الوطني الفلسطيني الأستاذ محمود الصيفي، شكرا لكم على حضوركم معنا. وكذلك من الضفة الغربية مدير معهد الأبحاث التطبيقية القدس الأستاذ جاد إسحاق، شكرا جزيلا على حضوركم معنا. نشكر كذلك من القدس عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس الأستاذة رتيبة النتشة، شكرا على حضورك معنا. ونشكركم مشاهدينا، وإلى اللقاء.